بالنسبه لولتر بواليا هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم فيه. بلاش الهاي اكسبكتيشن، مش عايزين نحطه في حته توقعات عاليه قوي ونبدا نديله بقى في صفاته وفي الفاظ وتوقعاته. مش هيعمل اللي انت مستنيه من مره واحده. هو لعيب كويس مؤكد انه من افضل العناصر. وانا يعني لما اتغيرت الاولويات، هو انا كنت محتاج سيرينو اكتر ولا كنت محتاج بواليا؟ لا، بواليا جاي في توقيت كويس. بواليا مع امير توفيق في النادي اهو. فهو لعيب كويس وعنده قدرات وشفناها، مش بالصدفه انه يعمل هذه الانجازات من السنه من الشتاء اللي فات لحد النهارده. لكن ما تستناش منه بقى وتحاسبه على توقعك انت. ايوه، او طلباتك انت منه ايه، من غير منطقيا ما تستنى حتى انه ينسجم. انا عايز احس ان عندي فريق. اكتر ما احس ان انا عندي نجم يخوف. يا فرحتي يبقى عندي نجم يخوف، ما عنديش فريق. انا عايز احس ان عندي فريق. لما ده يبقى ترسي قوي ساعد فرقته يبقى عمل اللي عليه. هو ده النجاح. محمد شريف مش عايزين الضغط عليه ان نتوقع من كل منه كل ماتش لازم جول، انه كل فرصه لازم تيجي. لا، سيبه، هو لعيب كويس، لعيب كويس، سيبه بقى، سيبه يبدع بهدوء بهدوء، لان الهدوء ده هو اللي مخليه يفكر صح. صحيح، هو لو متسرع الفرصه هيبتدي يعمل زي ازاره. انما طول ما هو هادي وبيفكر ورايح رايق كده ومش حاسس ان حد بيسربعه هيفكر صح. وهتصيب وهتخيب، لكن نسبه التوفيق هتكون اعلى. حسين الشحات نفس القصه، مروان محسن نفس القصه، صلاح محسن. طب لو قلت لك وولتر بواليا في اول خطوه ليه في النادي الاهلي، انت تنصحه بايه انت شخصيا؟ انصحه بقى بس مش هيسمع نصيحتي، ما تتابعش السوشيال ميديا. كويس ان ما بيقراش عربي. لا، بيترجم له، هيترجم له، هيقرا، هيكتبوا له بالانجليزي، خلي بالك. يعني انت عايز تفهم ان جيرالدو اجايما مش عارفين ايه اللي بيكاتب عليهم؟ لا عارفين. بواليا تقول له ايه طيب؟ بواليا هو عارف، اصل بص من تصريحات بواليا عارف المسؤوليه اللي داخل عليها. هو عارف انها نقله كبيره. وهو فرحان مش مصدق ان الموضوع ده فجاه، يعني كل الناس سيرينو سيرينو سيرينو، وبعدين فجاه والتر بواليا. والتر بواليا نتيجه صعوبه الاتفاق الحالي مع سيرينو، خلي سيرينو قدام شويه. بس كويس ان حتى بيتسو موسيماني قال لك ده اللاعب اللي انا كنت عايزه وكان واحد من ترشيحاتي وانا متابعه وهو في نكانه. بص هو ده وهم اتنين. سيرينو وبوالي. كل اي حاجه اسمعها بعد كده كانت كلام من الاحلام. مش هنجيب لعيب ب2 و3 مليون دولار مرتب في السنه. والفروق الفنيه مش موجوده قوي يعني. فانت الحمد لله الامور استقرت عند هذا الحد، وربنا وفقه ويحميه من الاصابه ومن الغرور من اصدقاء السوء. انت في ناس بتتسلط على فرقتك، خلي بالك من الكلام ده. في ناس بتتسلط على فرقتك تاخده في سكة مش صح. الناصح بقى انه يعيش حياة الاهلي وقيم الاهلي واخلاق الاهلي عشان يحقق النجاح. طيب سيرينيو، الاهلي اغلق صفحة سيرينيو، لكن هو منذ قليل ممكن كتب على صفحته او اجلها كتب على صفحته يعني سونر اور ليتر هحقق حلمي، أجل او عاجلا هحقق حلمي. هو اجلها، الاهلي خلاص في الشتاء مش هيقدر يجيبه. ربما قدام شويه تكون الامور اسهل، يبقى لنا لقاء وتكون اسهل. عقده قرب. رغبته بقت ملحه، هم يكونوا جابوا بدايل. يعني الظروف هتتغير. عاد هو لسه مجدده بس ممكن ظروفهم هم نفسهم. وسيرينو بقى ما تيجي نتكلم، لو سيرينو ده خلص هنتعامل معاه ازاي كجمهور كاعلام؟ عايزين منه كل حاجه، اللي بيغير الليله. اللي بيقلب الدوري المصري. ده احنا جبنا اللعيب بقى. لا مش كده، ما تبصش للقيمه الماديه ولا صعوبه المفاوضات عشان تقيم اللاعب فنيا. انت محمد شريف جه في هدوء جدا بالمناسبة. يعني محمد شريف جه ازاي؟ تحب اقول لك؟ احنا كنا خلاص مركزين على عنتر، اتفقنا على 13 مليون والولد خلاص عنتر من الاسيوطي. تاني يوم الصبح احنا في اللجنة عشان نعتمد ونكتب الشيك. لا خلينا 15 مليون، ابعتوا لنا شيك ب 15 مليون. لعنتر. في عنتر، فكان محطوط عنتر او محمد شريف. ما حدش كان يعرف محمد شريف في الساحه، لكن عنتر كان الاعلام هو اللي عامله يعني الجان اللي هو النجم الشباك هو اسمه صياط وعنتر بقى.
لا التركيز كمان الالحاح ان عنتر 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 فانت خلاص خدت قرار وهو ده الاهلي بقى انقل فبهدوء جدا من غير ما حد يحس في نفس اليوم بعد الظهر اتفاوضنا على محمد شريف وخلصناه بصفقة هايلة 8 مليون واتنين لو لعب 10 ماتشات بنص عنتر يعني بنص اللي كان مطلوب في عنتر تقريبا يعني واتنين مليون لو لعب 10 ماتشات دولية والناس قالت مين محمد شريف ده بالمناسبة عشان اقول لك كرولوس وعدل القيعي وجاب مش عارف ايه انا في اليوم اللي جه في عنتر كان في صفقه تانية خلصت في النادي الاهلي ما علمش عنها حاجه مش ما كانتش ما كنتش اصلا كانت في الناشئين مش تبعي خالص يعني فاللي عايز بقى يحدف كلام وهو كرولوس ده ناشئ وجاي على 3 سنين ما حققش التوقعات منه هذا اللي انا بقوله هل محمد شريف لو جايب توقعات عاليه جدا ما كان من اول سنه الناس هتقول لك فاشل ومش فاشل لكن هو الناس كانت جايبينه ليه اتقال انه سريع جدا هادي جدا على الجون هداف على خلق على طموح هو ده الخامه بتاعت النادي الاهلي لما راح وعبر عن نفسه وعلى فكره قبل ما يطلع حتى لعب له 4-5 ماتشات ما فيش ماتش ما هدفش فيه مع النادي الاهلي يعني وجوانه مش سهل الممتنع زي حبيبك محمد رمضان فقاعدين يعني نقيم الناس انها في الاخر لعيبه كويسه عندها قدرات عاليه نسب النجاح عاليه لكن في نسب فشل ايوه عايزين نتعامل في لحظه الفشل بهدوء بمسؤولية. جدا بمسؤوليه بمسؤوليه حتى انت لو انت قعدت تقول له ولا يهمك ولا يهمك لا ده ضغط لا طبعا تجاهل تجاهل الفشل لكن تجاهله ايه في الاعلام لكن في الحجرات بقى يقعد موسيماني يقول له انت ايه فيك ايه الغلط والصح ايه انت اصلك انت تتصرف بهدوء مالكش دعوه بحد احنا واثقين فيك يتعامل معاه وبفكرني مره اقول لك الضغط دي جاب لي صاحبه هديه وجزمه وبعدين نحكيها في وقت تاني مره ليها ارجع لك بعد الفاصل بعد الفاصل لازم ارجع لك اشوف ايه الهديه دي في فلسفه عاليه جدا انك ممكن تضغط على واحد ازاي وانت بتهديه